السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. السلام عليكم، شهدوا شهادة امرأة مغربية في حق النساء الجزائرية، اتبعوا معنا هذا الفيديو. قلت لك طلعتي الجزائريات شانهم، شوفي نقول لك جزائريات مع عشراهم في الواقع ما غاداش نخلط انا في المواقع، شاركين طعام وكنلقاو بعضياتنا في الحلوه والمره، ماشي تجي وحده تخلي عندي انايا السلبيات ديالها خاصني نرد كل شيء سلبي، كنرد على 1% وما كنشركش كل شيء. جزائريات لما فراسكش داروا فيا غير الزينه وما بيني وبينهم غير الخير والاحسان، المنبل عندكم هنايا وما تقوليش لي حق راك باغا غير الابوني ديالهم، هما اللي يشجعوني باش بنت معاكم هنا. كلاو وشربوا عندي، قال لي علاش ما ديريش تاتيا لايفات وحنا معاك، قلت لهم شكون اللي يتفرج فيا؟ قال لي كوني هانيه. من بعد ما درت اللايف قال لي علاش ما تحليش قناه؟ قلت لهم شكون اللي غيديها فيا ويتسوق ليا؟ قال لي كوني هانيه، حنا واقفين معاك. دائما شجعوني ودائما كانوا واقفين معايا، وما نكذبش عليك كنهضرش على المواقع، في الواقع عايشين خواتات وحبابات، والفتنه كاينه غير في البلاد، اما في اوروبا ما عندناش هاد العجب. نخليها لك في راسك، مغربيه حره وضربني النفس على بلادي بحال اي واحد يجي النيف على بلاده، غير هو هذيك 1% اللي غيجيو يفهموا عدي هنا ما نخليش حقي فيهم، ولكن ما نجمعش جزائريات ما شاء الله والله العظيم يهضروا ويتعاملوا ويوقفوا، وكل واحد عاداته وتقاليده، كلمه الحق هي هذه.